أهلا وسهلا دكتور مرة ثانية. دكتور، إيش أغرب استفسار جاك؟ طبعا شوفي، معظم شغلي بيكون عمليات تصحيح ابصار، فدايما المريض بيبقى خايف من حاجتين. بس ده سؤال مشهور يعني، طب لو اتحركت، طب لو رمشت اثناء العمليه هيحصل ايه؟ طبعا بطمنه جدا ان التقنيات اللي هي اللي موجوده كلها بيبقى فيها تراكنج سيستم زي الجي بي اس، بمعنى ان العين اينما اتحركت او حتى الراس اتحركت الجهاز كله بيتحرك ورا العين، فده بطمنه جدا. ولما الواحد بيرمش بيقف. لكن اغرب سؤال جالي هو لو الجهاز اتقطعت الكهرباء في المبنى. وده كان مهندس. فقلت له ما تقلقش، احنا واخدين حسابنا. وفعلا الحقيقه ده احنا عندنا جنريتور يشغل في ودين ثواني، يمكن ما نقدرش نلمح حتى قطعت الكهرباء ووصلتها، يقومه 4 ساعات. يعني انا اقدر اخلص لسته كامله بان الكهرباء تتقطع. طبعا العمليه نفسها بتاخد 10 دقائق، مش محتاجه للساعات دي طويله، فبقول لك ممكن اخلص اشخاص كتير جدا من المرضى. ده كان اغرب سؤال. شكرا لك.